بشان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، معنا عبر سكايب من برلين سيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. مرحبا بك سيد علي القيسي معنا. سيد علي القيسي مرحبا بك. نعم أسمع جيدا. طيب، إذا منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن مئات الأطفال المعتقلين في كردستان العراق قد يعتقلون مرة أخرى بعد الإفراج عنهم بسبب غياب التنسيق القضائي بين بغداد وأربيل، ما تعليقك على ذلك؟ سيدي الكريم، المشكلة ليس فقط في بين بغداد وأربيل، المشكلة أن هناك انهيار في قاعدة المعلومات ومنظومات القضاء ومنظومات التنسيق بين حتى الأجهزة نفسها في المحافظة الواحدة. يعني احنا نتحدث عن المنطقة الشمالية وبغداد، لكن هناك انهيار بالتنسيق وبالتواصل مع حتى المنظومات اللي داخل المحافظة واحدة في بغداد. يعني وهؤلاء الذي يسلمون الآن من كردستان إلى ما تسمى الحكومة العراقية يتم اعتقالهم ومتابعتهم من جهاز مكافحة الإرهاب ومن الداخلية ومن أكثر من 4-5 أجهزة، بالإضافة إلى الميليشيات. والميليشيات هنا حين نتحدث عنها أيضا لديها سجون ولديها منظومة تحقيق وتقوم بعمليات خطف وابتزاز لهم. نعم. طيب، ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت الحكومة في بغداد أيضا باحتجاز مئات الأسر في مخيمات بزعم صلة أقرباء لهم بتنظيم الدولة، لماذا يعاقب هؤلاء جماعيا وطبعا أكثرهم من النساء والأطفال؟ سيدي الكريم، دائما المشكلة اللي نواجهها حين نتواصل ونلتقي بالمنظمات الدولية، هذه مشكلة هم دائما يطرحون ما تسمى بالحكومة العراقية كأنها جزء من الحل. الحكومة العراقية والحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 لم تكن في يوم من الأيام جزء من الحلول للمشاكل في العراق، بل هي صانعة للمشاكل. وهذه الحكومات لديها أجندات طائفية وأهداف حول التغيير الديموغرافي للمناطق، ولذلك تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم. وأؤكد أن الحكومة العراقية جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. نعم. إذا السلطات في كردستان العراق أيضا من جانبها أعلنت تسليم أكثر من 1400 معتقل مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة إلى حكومة بغداد، هل يعد ذلك برأيك سيد القيسي نوعا من التنسيق أم أن أربيل يعني تحاول فقط الرد على هذا التقرير، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؟ سيدي الكريم، ما جرى الآن في أربيل وفي بقية المحافظات وفي يعتقد يعني حسب التواصل مع الأخوة في كردستان المهتمين بشأن حقوق الإنسان، تبين أنه هذا الأمر له ارتباط بقرار الانسحاب الأمريكي. يعني كردستان الأكراد والأجهزة الكردية والمسميات الكردية في العراق وفي سوريا تحاول أنه يعني تطرح صيغة جديدة، تريد التخلي عن يعني تعتبر أمريكا تخلت عنها وتريد التخلي هي عن من جانب آخر. فهذه مشكلة سياسية. هؤلاء الناس يعني المساكين واللي أؤكد أنه تم إلقاء القبض عليهم أساسا يعني على أساس عرقي أو على أساس طائفي، أو أغلبهم مثلا أهالي محافظة الأنبار هم أساسا كانوا نازحين بأطراف مناطق الموصل ساكنين. نعم. هذه هي المشكلة، أنه هؤلاء الناس أساسا هم ليس لديهم لا يوجد ما يدينهم. نعم. في العراق لدينا انهيار منظومة القضاء والتنسيق والقاعدة، ولا توجد قاعدة معلومات لا أمنية ولا استخبارية. نعم. وأؤكد أن المشكلة الآن هؤلاء يتابعون ليس من جهة واحدة. نعم. يعني حين نقول السلطة العراقية أو السلطة المركزية في بغداد، لا، هناك جهاز مكافحة الإرهاب والداخلية والشرطة والميليشيات. فهذا أمر خطير جدا، نتمنى أنه هيوم الرئيس ووش التابع مع الحكومة العراقية، وإحنا أيضا مستمرين بالمتابعة مع المنظمات الدولية لإثارة هذا الموضوع. أيضا الصحافة العالمية تتابع، يعني مثلا مجلة نيويوركر الأمريكية كانت قد كشفت في وقت سابق عن ارتكاب السلطات الحكومية في العراق انتهاكات بشعة للمعتقلين، واتهمت هذه المجلة
صراحة تامت الأجهزة الأمنية عموما بشن حملات اعتقال وتعذيب بدوافع انتقامية؟ يعني إذا كان الأمر كذلك، من يضمن لهؤلاء الذين سلموا إلى بغداد حقهم في المثول أمام محاكمة عادلة؟ وذكرت أنهم يعني ليس يعني عليهم تهم بشأن الإرهاب. المشكلة يا سيدي، أولا ما يخص هذول الناس أنه حتى ما يسمى بالدستور العراقي يمنع محاكمة شخص مرتين على قضية واحدة. هذا أمر. الأمر الآخر ما أثارته مجلة نيويوركر، يعني إحنا نستغرب أن المجلات الأمريكية بين فترة وفترة تطلع تقارير علينا من باب أولى أن يتحدثون إلى دولتهم، إلى أمريكا يتحدثون. هذا الذي يحدث الآن من انتهاكات وجرائم يحدث كله بالتنسيق وتحت أشراف ما تسمى الأمريكان وخبرائهم، هم يقدمون الدعم للحكومة العراقية. وقبل 3 يومين كان هناك عملية إنزال في منطقة الحظر بحجة يعني مكافحة الإرهاب، كانت العملية بالتنسيق مع ما تسمى بالحكومة العراقية، قوات سوات العراقية وقوات التحالف. ولدينا الآن معلومات بأن الناس المستهدفين كانت قرية آمنة، والمعلومات اللي وردت لها معلومات خاطئة وراح ضحاياها عدد من الناس. المشكلة الآن هذه التقارير والأشياء التي يعني من باب أولى أن الأمريكان يطلعون عليها، لأنه الأمريكان يتحملون كل ما يجري في العراق من مآسي وويلات على أيدي الميليشيات، وهم الذي قدموا العراق على طبق من ذهب. إلى ميليشيات. أخيرا أستاذ علي القيسي، بشأن الأطفال، حقوق الأطفال، منظمة الأمم المتحدة الطفولة يونيسيف أكدت أن العنف ضد أطفال العراق لم ينتهي على الرغم من انتهاء الحرب، لا سيما طبعا في المناطق التي شهدت أعمالا عسكرية. من المسؤول إذن عن ذلك إذا كانت الحكومة قد أعلنت القضاء على الإرهاب في تلك المناطق؟ سيدي الكريم، أرجع وأؤكد أن الحكومة جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. المشكلة الآن الوضع في العراق، يراد للعراق يعني هناك لجان تحقيقية وهناك مخبراء متخصصين فيما يخص الطفولة بالأمم المتحدة. العراق بحاجة إلى تدخل دولي حقيقي يعيد بناء مؤسسات الدولة العراقية، يعيد منظومة القضاء، يعيد منظومة التربية والتعليم. هذه الكارثة. العراق الآن دولة منهارة على كل الأصعدة، يعني منظومة الصحة، منظومة التربية، منظومة القضاء، هذه منظومات كلها منهارة. نعم. العراق بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنية تعيد بناء مؤسسات الدولة بعيد عن المحاصصة الطائفية والحزبية، واللي نشاهدهم الآن يصطرعون على المناصب والفوائد المالية منذ أكثر من 6 أشهر. شكرا جزيلا لك من برلين عبر سكايب سيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.